السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، اتكلم معاكم النهاردة عن نقل الفنانة فيفي عبده للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وبعد ما طلعت بنتها عزة وطلبت الدعاء من الجمهور لوالدتها. هقول لكم شوية تفاصيل، وكمان اتكلم معاكم النهاردة عن الفنانة منة فضالي. طلعت وطلبت الدعاء من الجمهور بعد اجراء والدتها لعمليه جراحيه جديده. اقول لكم شويه تفاصيل، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن عمرو دياب. عمرو دياب يا جماعه بيضرب مهندس الصوت ويطرده، ورد غاضب من المتابعين. هقول لكم عن الفعل اللي عمله عمرو دياب في فرح ريم سامي اخت المخرج محمد سامي، بعد ما اتعصب على مدير التصوير وضربه قدام الناس، والمتابعين طبعا ما كانوش راضيين عن التصرف اللي هو عمله ده. كمان اتكلم معاكم النهارده عن سرقه غادة عبد الرازق. غادة عبد الرازق طلعت واعلنت ان اتسرق منها مقتنيات غاليه من الفيلا بتاعتها. هقول لكم شويه تفاصيل من وراء الواقعه دي، اقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع التصرف اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا من عمرو دياب. عمرو دياب كان حاضر حفل زفاف الفنانه ريم سامي اخت المخرج محمد سامي، واثناء ما هو كان على المسرح زق مدير التصوير برجله كده وخبطه وقال له قوم. الطريقه اللي خلت ناس كتير قوي انتقدت عمرو دياب وقالت له، قالت هو ازاي يعمل كده؟ على فكره ده مش اول تصرف ليه. مره برضو كان بيشتم في السواق بتاعه، مره تاني كان في احد المعجبين عايز يتصور معاه برضو بعده بطريقه صعبه وقال له ابعد عني انا مش عايز اتصور. يعني دي مش اول مره ان عمرو دياب يعمل كده على الملأ مع اي حد. اقول لكم شويه تفاصيل. بصوا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري عمرو دياب اثار به الجدل مره اخرى، فبعدما قام بالتعدي اللفظي على السواق بتاعه ووصفه بالحيوان عاد من جديد لاثاره الجدل في فرح ريم سامي وهو يضرب مهندس الصوت ويطرده امام الحاضرين. تعامل عمرو دياب بطريقه وصفها البعض بالفظة مع مهندس الصوت أثناء تقديمه إحدى أشهر أغانيه في فرح الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحضور عدد كبير من الفنانين. فظهر خلال الفيديو مهندس الصوت وهو يقوم بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت، مما أثار غضب عمرو دياب الذي توقف عن الغناء وقام بضرب الرجل على ظهره وطرده من المسرح بطريقة بطريقة يعني، وقال له ابتعد عن المكان. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طريقته صراحة في المعامله، مره شتم السواق بتاعه امام الكاميرات، والمره الثانيه كان زي ما قلت لكم احد المعجبين عايز يتصور معاه وزقه وقال له انا مش عايز اتصور، والمره دي بقى ضرب مهندس الصوت وهو بيحرك السماعات من مكانه، زقه برجله وبايده كده وقال له ابعد بعيد، بطريقه خلت كل المتابعين او الناس اللي بتحب عمرو دياب تقول هو ازاي يعمل كده. بجد تصرف يعني لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش عشان معانا شويه فلوس ندوس على الخلق، لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع اللي بعد كده موضوع سرقة مقتنيات من الفيلا بتاعت غادة عبد الرازق. اتسرق منها ذهب وفلوس، مين اللي عمل كده؟ اقول لكم كل التفاصيل والموضوع. بصوا أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم بحبس خدامتين في اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ملك الفنانة غادة عبد الرازق من داخل الفيلا الخاصة بها 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحري حول نشاطهم الإجرامي. كشفت التحقيقات أن المتهمين تعملان خادمتين لديها وسرق مشغولات ذهبية عن طريق المغفلة، واكتشف سائق خطيب نجلتها الواقعة وأخبر المجني عليها التي توجهت وحررت محضر بالواقعة، وقال في أقواله إن أحدهما حضرت له وأعطاها المضبوطات وأخبرته بالاحتفاظ بها حتى طلبها منه مرة أخرى بمعرفة المجني عليها، ولكنه شك في الأمر فتوجه للمجني عليها وأخبرها بالواقع لتكتشف سرقتهم لها. وجهت النيابة المجني عليها بالمتهمين والمضبوطات وأقرتها بارتكابهم الواقعة واتهمتهم الفنانة بالسرقة. يعني الفنانة غادة عبد الرازق اتسرق من فيلتها شوية مشغولات ذهبية من عن طريق خدامتين شغالين عندهم أو مساعدة منزل، بلاش نقول خادمتين،
مساعده اتنين مساعده منزل شغالين عند الفنانه غاده عبد الرازق، وخدوا مقتنياتها ذهب وفلوس والكلام ده كله، خدوها ودوها للسواق، فالسواق عرف ان هي مسروقه من غاده عبد الرازق، راح بلغ الفنانه غاده عبد الرازق، والفنانه راحت عملت محضر في مركز الشرطه وتم القبض عليهم هما الاثنين، ومعاهم المشغولات الذهبيه ومعاهم الفلوس والمقتنيات اللي اتسرقت من الفيلا بتاعت الفنانة غادة عبد الرازق. بصوا الموضوع اللي بعد كده، موضوع فيفي عبده وتعرضها لوعكة صحية، وطلبت عزة مجاهد بنتها الدعاء من الجمهور بعد نقل والدتها للمستشفى. الموضوع بصوا، فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية، هقول لكم شوية تفاصيل وايه الموضوع بالظبط. تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية حيث كشفت يوم الأربعاء الماضي عن إصابتها بنزلة شعبية حادة أسفرت عن تغيبها عن بعض المناسبات خلال الفترة الأخيرة. بتقول أنا حسيت إن أنا عندي مشكلة أو تعبانة ومش قادرة أقف وجسمي كله بيشكشك عليا، فتم نقلها المستشفى، وهناك لما عملوا لها شوية فحوصات وشوية أشعة اتأكدوا إن هي عندها نزلة شعبية حادة وكانت محجوزة في المستشفى، وعشان كده بنتها عزة طلعت وطلبت الدعاء من الجمهور، وده خلى ناس كتير من محبين فيفي عبده يقولوا هي عندها إيه أو إيه الموضوع أو بتشتكي من إيه الفنانة فيفي عبده. اتمنى منكم تدعوا لها دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، موضوع الفنانة منة فضالي. منة فضالي طلعت وطلبت الدعاء من الجمهور بعد خضوع والدتها لعملية جراحية جديدة. بصوا اساسا من 6 شهور والدة الفنانة منة فضالي في المستشفى، عندها ايه يا جماعة؟ عندها ورم سرطاني في القولون، عملت كذا عملية وبتاخد شوية علاجات في المستشفى لكن الحالة صعبة. ده اللي خلى الدكاترة امبارح يدخلوها عمليات عشان تعمل عملية في المعدة بسبب الورم، الورم عمال ينتشر في جسمها كله. فعشان كده الفنانة منة فضالي طلعت وطلبت الدعاء من الجمهور. هقول لكم شوية تفاصيل وايه الموضوع بالظبط. والدة الفنانة منة فضالي تجري عملية جراحية جديدة. بصوا، أجرت أمس والدة الفنانة منة فضالي عملية جراحية في المعدة، وقالت منة فضالي الحمد لله ماما خرجت أمس من العمليات بعد عودة مسار المعدة بشكل طبيعي من جديد، بعدما أجرت عملية أولى باستئصال ورم في القولون وحولنا المسار. وأضافت إلى أن والدتها ستعود من المستشفى بعد 10 أيام بعد استقرار حالتها الصحية، وقد قامت والدة منة فضالي بعمل عملية استئصال ورم في القولون بشهر مارس الماضي. شهر 3 عملت عملية استئصال ورم خبيث من المعدة، وكانت طبعا محجوزة في المستشفى لان كانت حالتها صعبة جدا. بجد يا جماعة اتمنى من كل الناس اللي بتحبني تدعي لي دعوة كويسة. بجد انا واقفة يعني بتلوى كده من كتر التعب اللي في جسمي، قمت النهاردة كل ده كده مقفول، زور ده مش قادرة اتنفس ولا قادرة ابلع ولا اي حاجة، ومش عارف احنا في الصيف يعني بيجي لي احتقان او بيجي لي برد ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لا اعتراض. الحمد لله على كل حال. اتمنى منكم تدعوا لي دعوة كويسة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في الكومنت.